أينما كنتم وحيث موجودتم، دائما احنا في حنان مباشرة من لندن. اليوم مع الأخ لطفي وأمين، خوتنا ذو الجزائريين، تلقناهم في قلب لندن. السلام عليكم. السلام عليكم. شكون لطفي؟ خويا لطفي على سلامتك. الله يسلمك خويا. شكون لطفي؟ شكون لطفي خويا؟ لطفي من ولاية المواقي، مدينة عين البيضاء، حي بئر الناس. كيف لقيت روحك في لندن خويا لطفي؟ والله بسرعة نقول لك. جانا مكتوب انا من اسكتلندا. انت ساكن في اسكتلندا؟ في اسكتلندا وجيت سياره. الخونا رينا. خويا امين. امين. كان وبربي غدوه ان شاء الله نروحوا نشوفوا العزوز. هذه هي. لقينا روحنا مع رقصنا هنا شفت الحمد لله. هذه صالح صالح بن زين. وكنا نحضروا عليك والله كيفاش تسالني. هاي نرجع لخويا امين. خويا امين امين من عين البيضاء. مرحبا بك. انا هنا وجيت قبلكم صغير وشي عاود هبطت للجزائر. الله يبارك. الحمد لله يا ربي احنا عايشين. كيف جيت انا امين خويا؟ جيت هنا بتاشيره خويا. ايه طلعت بتاشيره تاع 6 شهور ومن بعد كملنا كنا ناويين نروحوا ومن بعد تربي عشنا هنا. الحمد لله يا ربي احنا عايشين نخدموا. ربي يسلك. يعني واحد كيجي في كيجي فيزا خير. ايه كيجي فيزا خير وشو انا نصيهم تمليت لحنا يكون داير تملي جات عندهم حاجه في البلاد كيجي هنا زعلة مش تاع يقول لك نطلع ومن بعد كيجي هنا ما كان والو يحصل تلف شهور الاولى لازم يتمنم يحوس ويدير بصح كي يتعلم حاجه في الجزائر ما ميتي ما باي حاجه كيجي هنا يقدر كاين قصدك الميتي واللغه اللغه ثاني مهمه تسمى اللغه الحاجه الاولى تسمى حوايج بزاف تعلم اللغه ومن بعد يتعلم حوايج بزاف وكيجي هنا تسمك زهد جاك حليت في بال تبقى الخدمه تحوس شويه شهر الاول منها تتعب ما تلقى الخدمه خلاص هذا ما كانت ما كان نصحوهم كاين بزاف بالي يقولوا لك وكبه خنا وكيجي يقول انت اللي راح تلعب بصح لا خير نعاونوكم باش قدرنا يا خويا هذه كيما قال لكم لا لونغ وميتي هذه الخبره الناس لهنا راهي خبره لازم لا لونغ باش تتعامل مع الناس وميتي هذه اللي يجي والعقلية مختلفة مش كما البلاد، البلاد عقلية البلاد هنا فرق كبير. ميتي هنا تما كاين حوايج بزاف ايزي كاين بزاف حوايج. باش تخلص هنا وتقرا في بلاد كبار الخير. ديجا انا تخلص بزاف دراهم باقرا. اي انا كنت نتعلم كنت عارف نتعلم الحفاف عندها بزاف عندها عامين قالوا لي 1200 مش بزاف بصح كي تشوفها انت كي تزاير واحد يقول اي باطل. باطل. انا شبالها صاحبي حفاف يقول نعلمك ومن بعد تقول له لا لا نورمال تما ما عندكش الوقت. مي كي تجي هنا تلاقي تقول كيفاش انا كنت في الجزائر ما درت والو. من الوقت هذاك اللي ضيعتونا ما مويت علمت في حاجه باش كنجي هنا لقى صح الحمد لله احنا عايشين الحمد لله يا ربي فيوتشر ان شاء الله ان شاء الله عمي صالح واش رايح اسكتلندا واش مجي في اسكتلندا والله انا عندي ربع شهور برك مش حاجه في جلاسكو ولا ادنبرا انا في استرلينغ ما بين ادنبرا و استرلينغ ايوا كاين فوق داندي صحاب داندي برد دكتور برد 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 اسكتلندا علاش متقعني راح نشوف انا ما عنديش بزاف عندي ربع شهور انا في ربع شهور تحس بها غربه باوي وي تحس الغربه سيرت لي ديما قريب مع الحباب مع الوالدين ومع الوالدين ايوه الحمد لله كيجيو الوالدين هنا ثاني يشوفوك ايوا كيجيو الوالدين يشوفوك قصه غامض يسمع ما ايوا خاطر مات ما جاوني الوالدين ثلاث مرات ولا اربعه الحمد لله الحمد لله يا ربي كاين بزاف عباد ما شافوش والدين على حسب الظروف تاع الناس صعيبه كاين اللي مات باباه في الجزائر باباه ولا مو ربي يفرج عليك امين امين ربي يفرج علينا وان شاء الله هذه هي يا خويا ونشوفوا الوالدين امين واللي يحب يجي مرحبا به باش يكون ربي يحفظكم ان شاء الله اتهلا بعضكم ان شاء الله وتاك رايح الناس كامل يعرفوني يقول لهم السلام عليكم لطفي امين من لندن يقول لهم ديدي كاس ولاد بلادنا وديدي كاس الحراك ابو الكل اليوم بابا وخوتي عين البيضاء شوية شوية دار كاس هنا خوة 48 ولاية 48 ولاية الحمد لله يا خويا نسلموا على 48 ولاية خوتنا في الداخل والخارج ها في كل البلاد ربي يحفظكم خوتي خويا امين وخويا لطفي صافي في الجزيرة السلام عليكم سعيد